مش نختموا مع فنانة شابة هي مغنية وممثلة في نفس الوقت. معنا زهور المكور، مرحبا بك. عسلامة ميسا، مرحبا بك وميرسي على الاستضافة. زهور، انت تغني ملي عمرك 5 سنين، كي كبرت شوية وليت في كورال المدارس، بعد عملت كونسيرفاتوار حتى للكوليج، كي دخلت العالم الاحتراف عملت دو ربريز، الأولى عايروني بك يا حما، ثانية أمان أمان يا الماني. انت أنا هي الغنية اللي أقرب ليك، سورتو اللي عايروني بك يا حما عملت فوق 1,000,000 مشاهدة، يعني نورمالمون إذا شنتبعوا نسب المشاهدة هي اللي نجحت أكثر، أما أنا هي انت الغنية اللي أقرب لك. عايروني بك يا حما، ديما عايروني بك يا حما البيبي متاعي، معناتها سكسي، اي سكسي اللي بديت بها، ديما نذكر ونقول اللي انا جيت لا بروميير اللي عاودت عايروني بك يا حما في 2016، عاودت بامكانياتي بلا معناتها بلي كاباسيتي متاعي، انا ما عملتلهاش كليب، ام تي فيديو في الـ في الـ في اليوتيوب، وحديتها في اليوتيوب من غير سبونسورينغ من غير حد شيء، وخذيت صديق بيتش شفت برشا في على اليوتيوب. اي ديجا قلت انا فوق 1,000,000 مشاهدة. غنيتها قبلك اسماء بن احمد. لا مش قبلي. غنيتها بعدك اسماء بن احمد، وانت غنيتها عام 2016. علاش نجحت مع اسماء اكثر؟ شو قالك نجحت مع اسماء اكثر؟ خاطر اسماء عاملة 5 ملايين واسماء هي معروفة شوية قبل الغنية، زادت تعرفت اكثر وعملت سكسي كبير بها، معناتها كما نقولوا من المعروفة وليت ستاخ أكثر من المعروف. أما أنت المليون مشاهدة هذيك ما ردتكش نجمة، أكيد هي أسماء بن أحمد تحية لها قبل كل شيء، وقيمة ثابتة وفنانة ويعجبني صوتها وتعجبني. كونسيرنو عايروني بك يا حما، هي عملتها عام ناوي، كتشوف أنت 4 ملايين ولا منعرفش كليب، 5 ملايين به كليب ومصروف وكل، وخمسة ملايين شوية. انا شو انا راه ما نمشيش زاد بلي نوم حطيتها اللي تمشي بلي نوم لا حتى الناس لا معناتها تعرفت بها بالكدا، تعرفت بها انا راني مازلت في بدايتي، انا معناتها معناها كارير صغير. إيه علاش حتى في العمر ديما قاعده اي اكزاكت، علاش معناتها مشيت مع اسماء؟ مشيت مع اسماء على خاطر كيما قلت لك انا عملتها معناتها لي كونديسيون اللي خدمت بهم عايروني بك يا حما، شوف انت الفيديو كيف شوف هي كيفاش عملت الكليب كيفاش فهمت دونك جوستمون لي كليب نتاعك انت زوج صورتهم كليب ما تشوفش اللي الامكانيات متواضعه على الاخر، معناتها اذا كان تنجم ما تصورهمش خير، تنجم تهبط غنيه من غير كليب تولي خير، خاطر مرات الصوره تخدم ايجابيا الكليب ومرات تضر. كيفاش تضر؟ اذا كان ليماج خايبه والامكانيات متواضعه ياسر تنجم معناها تاثر على الغنيه، يولي يقول لك انا ما عجبتنيش ليماج ما نسمعش، خاطر تو عالم الصوره. انا ما عملتش حدا كليب فهمت، انا عايروني بك يا حما قلت لك فيديو في استوديو، في استوديو اكزاكتومون ما فهميش كليب وما فهميش اي ولا فهميش انا متواضعه صحيت معناها ما هوش كليب فهمت، باش تقولي كاليتي ايماج وكل، لك انا ديما نقول اماتور معناها لا مانيش اماتور، لا مش انت الكليب فوالا اي عاش قلت لي معناتها علاش انت على ما تاثر على معناتها ما تعملش سوكسي، ما عملتش انا كليب فهمت كشتا ان شاء الله بيانتو كنعمل كليب احكم باهي. ملول قلت لي الغنيه اللي تعجبك هي عايروني بيك، اقرب غنيه ليك نسمع شويه منها. عايروني بيك يا حما، عايروني بيك يا حما، عايروني بيك قلت لهم ما نسلم فيك يا حما، من سلم فيك يا حما، وقالوا براني يا حما، قالوا براني يا حما، وقالوا براني قلت لهم حب دخلاني يا حما، حب دخلاني يا حما، خدام حزام حما، خدام حزام حما، وخدام حزام قلت لهم خير القدام حما، خير القدام حما، وعيروني بيك يا حما، عيروني بيك يا حما،
وعيروني بيك وقلت لهم من سلم فيك يا حمار. بارك الله على صوتك، ما تغشش اللي جبدني لك علي ماش الصوت الفايده في الصوت حتى اللي ماش عندها قيمتها ولي ما اي جوستومون حابين خاطر تو عالم الصوره بالطبيعه الصوت والصوره مع بعضهم يعطيو نجاح باهي معاهي تبكل عليها طيب فاتت باهي تبع الموضه بالطبيعه اوكي نمشيو توندونس باي جيجي حضرت جيجي في التوندونس دونك في التوندونس نتاع اليوم باش نحكيو على الويت لوك اللي شفناه برشا في الريد كاربت كيما في مهرجان قرطاج مهرجان القاهره رينا دره زروق رينا نيلي كريم رينا دي ستار امريكان كيما كيم كارداشيان كيف كيف لي بوديوم في الفاشن شو رينا ميو ميو فيرساجي شانيل معناها التوندونس ياسر دايره البيريود هذيا كيف كيف في الكليب نتاع شيرين في الكفر بتاعها عملت الويت لوك ناش كان عرفت الستيل اي في الكفر عرفت الستيل تاع فالا تاع الويت لوك هذايا دونك اليوم باش نقول لكم كيفاش تعملوا الويت لوك اللي هو سي دي شوفو موي سي لا توندونس دي شوفو موي معناها يسوفي دو باش تبان شعرك الكل بيان سور وتقسمه سور دو وتعمل الجيل في لي بارتي الكل وبعد تمشوا بالشعر كولي ليس على الاخر دونك تاتي توندونس ياسر مزيانه وايفي موي فالا انا نحب الكلاسيك نرجع معك زهور سمعنا حاجة الصباح تفضل من صغرنا وإحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا من صغرنا وإحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا يدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا يدر يفرقنا ولو ليلة دي قصتنا قصة طويلة بيفرقنا ولو ليلة دي قصتنا قصة طويلة في البعد عشقة في الأرض عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوا 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 زي العسل صباح وحدا أبار الغناء عندك تجارب في التمثيل كما نسيبتي العزيزة وتجارب أخرى أنت مغنية بالأساس علاش التجأت للتمثيل؟ هو موهبة معنا من الطفولة كما قلت لك مع الموسيقى والكل فلا قلت بوكا با مع الفن معناتها مغرومة برشا بالتمثيل جاتني الفرصة يمكن التمثيل يوصل أسهل معناها في الوصول للجمهور التمثيل معناتها باش يعرفوك لعبت اكثر لسني نجم تقول الموسيقى معناها ما كانتش استراتيجي منك انك دخلت تو استراتيجي تو استراتيجي مع الموهبه بيان سور وما كما قلت لك مع حاجه بيت تكون تغني وتمثل ولا تغني وتشطح ولا فهمت ديما انا مانيش ضد فنان يعمل في حاجتين ولا كما تنشوف ممثل وانيماتور فنان انيماتور ديما انت كل شيء حتى كل شيء فنانين الكل ولاو دي كرونيكور عاش تقول معناتها تبدا انت مغروم كابابل باش فوالا دوي باش بحاجتين انا ما عنديش مشكله انت ضد المشاركه في برامج الهوايه علاش مش ضد لا علاش ضد ضد في تصريح لي قلت ما نحبش نمشي ونشارك مش ما نحبش ممكن كل شوية خوف ولا فهمت
خاطر انا دخلت في مش حط بدايه الاحتراف فهمت انا كملت معنى قريت في ليكول دي كوميرس كملت جي ما ليسونس فوندامونتال ان جي اش وان شاء الله زيد بوكا با نكمل ماستر مع الفن هويت عندي في مخي على الحقيقه اما مش مؤجله ممكن تري بيانتو مش عملت سنين زعما عطينا سكوب وقتاش هي في مخي يعني ما زلت ما خلاص اخي ان شاء الله ان شاء الله 2019 علاش لا شوفوك برنامج هكا سورتو البرامج هذه قاعده تطلع في اصوات كبيره كيما محنوش كيما هيلا وغيرها باهي باش تحب نختم زهور يا غالي علي شو صار لك حبيبي تعلمت القاسي ما بتسأل علي نسيني هجرني ومنك حاسس فيه وما بخطر عبالك ليش بعدك ببالي بسأل عن أحوالك وعم حبك لحالي ولحالي ما في اتحمل قاسي يا غالي علي يا غالي علي سوية حنين الجو ذي الصوت يمشي مع هكا الستيل هيدا ستيل نانسي على كل بالتوفيق ليك زهور ميرسي لكم الكل ميرسي تلزاتيجي وميرسي مايسا مرحبا بك مرحبا بك زهور المكور مرحبا بك جيهان ان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه طوندونس جديده حاجه جدد فنان جدد معكم كي ديما تابعونا على تلفزه تي في كنا رسبت 7 و4 مرحبا بك جيهان نحب نشكر ميزون رابحه باي جي جي على المكياج والشعر نشكر عبد الكريم بن صالح على الورود اللي عطاها لنا واللي قدمناها للضيوف نشكر مرتبات احمد نوالي نشكركم انتم على المتابعه قبل ما نختم الحصه نحب نذكر بالرقم اللي تنجموا تشاركوا به الصغيرات اللي عندهم اي موهبه يحبوا يقدموها معنا روبريك جديده ان شاء الله مش نقدموها في قادم الايام ماك كيدز تكلمونا على الرقم 56 785 277. شكرا على المتابعة على خير. Time.